الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واختفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: إلا لها، أي صلاة الفجر، فإنه يؤذن قبل الوقت. وهذا على مذهب الحنابلة. وأما على مذهب الجمهور فإن الأذان الذي يقع قبل صلاة الجمعة، قبل زوال الشمس يوم الجمعة، أذان متقدم على الوقت، لأن الوقت عندهم لا يكون إلا بعد الظهر. أما الحنابلة فإن وقت صلاة الجمعة يكون من طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح، فيكون الأذان الأول الذي يدعى فيه الناس للحضور والتنبيه لقرب وقت الصلاة في الوقت وليس خارج الوقت، فيكون كلامهم مضطردا أو منضبطا. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا الحديث الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقد جاء أيضا في الصحيح من حديث القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أن بلال كان يؤذن قبل الوقت في صلاة الفجر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. ومعنى أن يؤذن بليل أي أنه يؤذن قبل دخول الوقت، ولذلك قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كان لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر وتبين، فيكون أذان الفجر الأول خارجا على الوقت متقدما عليه، ومقصود التنبيه لقرب وقت الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. يستحب أن يقول المؤذن لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. قوله رحمه الله: يستحب لمن سمع المؤذن، في بيان حكم إجابة المؤذن، وأن الإجابة حكمها الاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء. فجمهور العلماء على أن إجابة المؤذن سنة مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا في الصحيحين. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فهذا يدل على مشروعية إجابة المؤذن، وهذا قول الجمهور. وذهب الظاهرية إلى وجوب إجابة المؤذن، وأنه يجب على كل من سمع المؤذن أن يجيبه للأمر النبوي: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وظاهر كلام المؤلف أنه يستحب لمن سمع المؤذن مطلقا، سواء كان ذكرا سامع ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، حاضرا أو مسافرا، مصليا أو فارغا من الصلاة، ويشمل إجابة المؤذن في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. ولذلك الظاهرية يرون الوجوب حتى في حق من كان مشتغلا بالصلاة، صلاة الفريضة، فإذا سمع المؤذن يجيب مثل ما يقول مثل ما يقول المؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا العموم اختلف فيه العلماء، فمنهم من ضيق فأخرج الفريضة لأن في الصلاة شغلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإجابة اشتغال. ومنهم من أخرج أيضا غير المصلي، والظاهر العموم، لكنه في الصلاة الأولى أن يشتغل بما هو فيه، فإن في الصلاة شغلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسقط حق المسلم في الرد عليه، كما جاء ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر وفي حديث جماعة من الصحابة أنهم سلموا عليه وهو يصلي فلم يجبهم ولم يرد عليهم السلام،
فعدم إجابة المؤذن من باب أولى، فيحمل هذا العموم على ما يناسبه ما لم يكن الإنسان مشتغلا بما يمنعه من الإجابة. ولذلك استثنى العلماء من سمع النداء وهو في الخلاء، ومن سمع النداء وهو في حال الجماع، استثنى العلماء هؤلاء من الإجابة. والظاهر أنه لا يستثنى إلا ما استثناه النص، وهو المصلي سواء كان في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله يستحب لمن سمع المؤذن أنه يجيب كل مؤذن، فكلما سمع مؤذن فإنه يجيبه، وهذا هو الجماعة من العلماء. ولا شك أن هذا هو ظاهر الحديث أنه يجيب كل مؤذن يسمعه، فإذا أذن مؤذن هذا المسجد وسمعناه نجيب، ثم إذا سمعنا مؤذنا آخر أجبناه، وهلم جر. ويرد على هذا سؤال، هل لو سمع المرء أذان أهل الشرقية على سبيل المثال يجب عليه أن يجيب؟ من أهل العلم من يقول يجيب، لأنه ذكر وفضيلة ويدخل في العمر. والذي يظهر أنه لا يجيب، لا يسن له الإجابة إلا في الأذان الذي يدعى فيه إلى الصلاة. ومعلوم أن أذان الشرقية هل هو دعاء لأهل الرياض في الصلاة أو لا؟ ليس دعاء. الشرقية دخول الوقت قبل دخوله عندنا، فلذلك لا يعد هذا من الأذان الداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فإن المقصود بالنداء النداء الذي يدعى به الإنسان إلى الصلاة، وهذا القول واضح وظاهر وجلي، وقال به جماعة من المحققين إنه لا يجيب إلا ما يدعى به. لو سمع أذان مكة كما هو حال الآن في النقل المباشر لأذان مكة، الجواب أن هذا الأذان يحتمل أن يدعى به ويحتمل أن ما يدعى به، فإن كان الوقت لم يخرج فإنه يدعى به، وإن كان قد خرج فإنه لا يدعى. طيب إذا أذن المؤذن وصلى المصلي ثم سمع مؤذنا فهل يجيب؟ في احتمال، من أهل العلم من يقول يجيب ومنهم من يقول لا يجيب، والمسألة محتملة. لكن الذي لا ريب فيه من حيث السنية أنه يسن لمن كان مدعوا بالأذان أن يجيب. وأما من لا يدعى بالأذان فإن أجاب فهذا خير وذكر، وإن لم يجب فإنه لن يفوت سنة فيما يظهر، والعلم عند الله. قول إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، المؤلف رحمه الله يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، أي المؤذن للحديث، ولم يفصل، وذلك أن الكتاب فيه اختصار، وكان أولى أن ينبه إلا في الحيعتين، وذلك لما في صحيح الإمام مسلم من حديث حفص بن عاصم بن عمر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، ثم في آخره وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء بيان ما يقوله في الحيعتين في حديث عمر رضي الله عنه، فيكون مخصصا لحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عامر في قوله فقولوا مثل ما يقول. وبه يتبين أن المثلية لا تلزم في كلام العرب، لا يلزم منها المطابقة من كل وجه، فإنه أيضا هل يشرع للمجيب أن يقول مثل ما يقول من حيث ارتفاع الصوت؟ يعني إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، هل تقول الله أكبر الله أكبر؟ أنت تجيب بما هي حالك من الصوت المنخفض، الجواب تجيب بالصوت المنخفض. فالمثلية هنا لا تلزم المطابقة من كل وجه، إنما تصدق المثلية في الموافقة في بعض الصفات. وعلى هذا فإنه لا يعارض هذا الحديث ما في حديث عمر رضي الله عنه من أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة فإن المشروع للمجيب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، فإن هل يسن أن يقول مثل ما يقول المؤذن أم يقول غير ذلك؟ من أهل العلم من يقول يسن أن يقول صدقت وبررت، صدقت
وبررت أي في قولك. وهذا ليس له مستند في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة، فليس له عمدة، وإنما هو استحسان من كلام بعض أهل العلم. وإذا كان كذلك فينبغي أن نعمل العموم، والعموم ما هو؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فنقول في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، كما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب، والمسائل قد تكون عديدة يعني في هذا البحث، لكن نقتصر على هذا الذي ذكرنا. والأذان المسجل هل هو كالأذان الحي؟ الجواب لا، هذه من المسائل أيضا. الأذان المسجل ليس كالأذان الحي في مشروعية الجواب، لكن لو أجاب نقول ذلك خير. لكن هل هو يسن، هل يكون الساكت عن الإجابة بهذا قد فوت سنة؟ الجواب لا، لأن النداء الذي يجاب هو النداء الذي يدعى به الإنسان إلى الصلاة من مؤذن يسمعه، أما يسمعه إما بمباشرة أو بواسطة. أما أذان التسجيل الذي يسجل وأذيع في وقت الأذان كما هو الحال في المستشفيات مثلا وفي الرادو، فإن هذا الأذان ليس من السنة إجابته، لكن لو أجابه الإنسان فهو خير. السبب أن هذا ليس نداء، إنما هو حكاية نداء. السبب أن هذا النداء الصوت ليس نداء، إنما هو حكاية نداء، ولذلك لا يأخذ أحكام النداء. ولذا لو أن أهل بلد لم يؤذن قالوا ما عندنا واحد صوته حسن كما هو صوت فلان فنفتح نسجل ويؤذن، نقول هذا لا تحصل به، لا يحصل به فرض الكفاية، لا يحصل به فرض الكفاية فيما يظهر. طيب، نقرأ باب شرائط الصلاة. باب شرائط الصلاة، وهي في التحف الشرط الأول الطهارة من الحدث، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني الوقت، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. وقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. يقول رحمه الله باب شرائط الصلاة. شرائط جمع شرط، والشرط يجمع على شروط وشرائط وكلها من صيغ الجمع. والشرط معروف هو العلامة في اللغة وفي اصطلاح أهل العلم ما لا يتم الأمر إلا به، ويعرفه أهل المصطلح أهل الأصول فيقولون هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته، هكذا يعرفه علماء الأصول. ولكن المعنى يهمنا أن يعني حتى ندرك، لا يلزم أن نحلل هذه العبارة لأن قد يأتيكم هذا في الأصول، لكن الذي يهمنا هو فهم ما معنى الشرط. الشرط هو ما لا بد منه في العمل أو في العبادة، فإذا انتفى لم تصح العبادة. فقوله شرائط الصلاة أي الأمور التي لا بد منها حتى تصح العبادة، وإلا فإنها لا تصح. قال رحمه الله وهي ستة. لو قال قائل مين في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الشروط ستة، هل في حديث أن شروط الصلاة ستة؟ الجواب لا، ليس هناك حديث ينص على هذا العدد، وإنما هذا من استقراء أهل العلم للأدلة في الكتاب والسنة، ونتج عن هذا الاستقراء هذا الجمع. وهذا ليس في هذه المسألة فقط، بل في كثير من التقسيمات التي يذكرها الفقهاء في الواجبات والشروط والأركان وسائر ما يعدونه من الأحكام،
إنما يتوصل إليه من خلال الاستقراء. فلو قيل لك ما دليل أن شروط الصلاة الستة؟ تقول التتبع والاستقراء. الاستقراء يعني من العلماء تتبع الأدلة وتيسيرا على المتعلمين جمعوها في عدد حتى يسهل تناولها وتجد أن كل شرط من هذه الشروط تذكر أدلة. لكن هذا الجمع وهذا التحديد في هذا العدد إنما هو من طريق الاستقراء وهو التتبع والاستقصاء للأدلة من النصوص في الكتاب والسنة التي يستخلص منها هذا. قال رحمه الله الشرط الأول الطهارة. الشرط الأول المؤلف بدأ بالطهارة. لماذا؟ مع أنه تصح الصلاة من غير طهارة في حال العجز، في حال العجز عنها. هل لأن الطهارة أهم الشروط؟ الجواب لا. فيما يظهر أنه بدأ بالطهارة لأنه تقدم بيانها وتوضيحها وتفصيلها، ولذلك أحال وذلك الكلام فيها مختصر، فأحال على ذلك المتقدم. قال رحمه الله الطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث المقصود به أن يكون في حال يصح فيها الصلاة. فالحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، هذا تعريف الحدث. الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وقد تقدم لكم في بحث كتاب الطهارة. فقول الطهارة من الحدث يعني التخلي من المعنى الذي يمنع من الصلاة، وهما الجنابة ونواقض الوضوء، بمعنى أن يكون متطهرا سالما من نواقض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله لمن أحدث لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر بهذا اللفظ. وهذا يدل على أن صلاة المحدث غير مقبولة، فنفي القبول يدل على عدم الإجزاء ويدل على عدم الرضا، يدل على عدم الإجزاء ويدل على عدم الرضا. وقد يأتي عدم القبول في الدلالة على عدم الرضا وإن كان مجزئا يعني تبرأ به الذمة، لكنه لا يقع موقع الرضا. ومنه قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فهنا قد يكون الإنسان مقصرا في عمل لم يحقق به التقوى، ويكون العمل مجزئا لكنه غير مرضي. فنفي القبول يراد به أحد أمرين: عدم الرضا أو عدم الإجزاء، أي عدم براءة الذمة بالفعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر حتى يتوضأ، هذا يدل على أنه لا يجزي، وهذا الأصل في عدم القبول. لكن قد ينفى القبول ويكون دالا على عدم الرضا، كنفي قبول صلاة السكران أو صلاة من أتى كاهنا لا يقبل الله له صلاة 40 ليلة كما سمع الإمام مسلم. فهنا لا يعني أنه لا تجزئه هذه الصلاة، إنما هذه الصلاة غير مرضية من حيث أنه لا يؤجر عليها لإحاطة السيئة بهذه الحسنة. فما كان من سيئة أحاطت بهذه الحسنة فانغمرت هذه الحسنة في السيئة فكانت كما لو لم يعمل. لكن لا يعني أنه لا يعمل. بعض الناس يفهم فهم منقوص، يقول لأحد السائلين أنه في ناس يسافرون إلى خارج البلاد يشربون الخمر ولا يصلون، وهم من أهل الصلاة في بلادهم، فإذا قيل صل قال لا شو صل، الله لا يقبل صلاة السكران 40 يوم. معنى هذا أنه يعتقد أنه لا يصلي بسبب السكر، وأنه لو صلى لم تقبل صلاة، بمعنى أنه لا تبرأ ذمته وليس مخاطبا بوجوب الصلاة. هذا غلط، غلط في الفهم سوغه وضرر له شهوة وميل إلى المعصية. المراد أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، إيش المعنى؟ أي أنها لا تجزئ وغير مرضية،
يقول رحمه الله الشرط الثاني، والمؤلف اقتصر بدليل السنة، وهناك أدلة من الكتاب تقدم ذكرها في كتاب الطهارة في وجوب الوضوء وفي وجوب الغسل. الشرط الثاني الوقت، والمقصود بالوقت أي الزمن الذي تفعل به. من شروط صحة الصلاة الزمن. ما الدليل على الزمن؟ قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ومن إضاعتها إضاعة وقتها. وقال جل وعلا ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومنه التفريط في الوقت، من السهو التفريط في الوقت. يقول رحمه الله الوقت، ثم جاء في تفصيل ذلك في قوله وقت طهر من زوال الشمس. الوقت المستند في الوقت بيان جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلاة بعث إليه جبريل، كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم صلى 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 فصلى ويريد الصلوات الخمس، أي صلى به الصلوات الخمس، فقال هكذا أمتكم الصلاة. وفي الحديث أيضا في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوقت فقال صل معنا هذين اليومين، فصلى به في أول اليوم، في أول يوم صلى الله عليه وسلم في أول الوقت جميع الصلوات، وفي ثاني يوم صلى به جميع الصلوات في آخر الوقت، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال أنا يا رسول الله، فقال الصلاة بين هذين أو كما رأيت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة الذي تفعل به بعد بيان جبريل، وبينه لمن سأله بالعمل، ونقل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أوقات الصلاة. أصل من أصول هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في بيان أوقات الصلاة، وكذلك جاء عن أبي برزة الأسلم رضي الله عنه، وجاء عن جابر، وجاء عن عائشة، وجاء عن أبي موسى، وجاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وجاء عن غيرهم في بيان صلاة في بيان أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن راجع كتب الأحكام وجدها مجموعة، هذه الأحاديث مجموعة، وقد اجتزى أصحابها وجه الدلالة في بيان أوقات الصلوات. وإنما قدمت بهذا حتى لا نحتاج إلى الوقوف في كل مقطع على حدة في بيان دليله، لأنه قد يدل عليه عدة أحاديث. يقول رحمه الله وقت الظهر من زوال الشمس، زوال الشمس أي ميلها من جهة المشرق إلى المغرب. الشمس تطلع من المغرب من المشرق، ولا تزال ترتفع حتى تتوسط السماء، ثم تميل إلى الغروب. ميلها إلى الغروب اسمه في كلام في الشرع وفي كلام العرب زوال، لأنها انتقلت من جهة إلى جهة، هي ما زالت منتقلة، لكنه انتقال بين واضح يختلف به حال النهار، وهو أن تنتصف في كبد السماء، تتوسط في كبد السماء، ثم تميل من جهة المنتصف من وسط السماء إلى جهة المغرب. يقول رحمه الله وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا وقت الظهر من زوال الشمس، هذا ابتداؤه وانتهاؤه إلى أن يصير ظل كل شيء. دليل ذلك قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لمغربها، هذا الدليل على ابتداء وقت صلاة الظهر. ثم قوله إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هكذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفي حديث غيره
وبه نعلم أن وقت الظهر ينتهي بدخول وقت العصر، فليس بين الظهر والعصر فاصل، يعني ليس هناك مدة من الزمن ليست من الظهر ولا من العصر، بل يدخل العصر بخروج وقت الظهر. ولذلك في بعض روايات حديث عبد الله بن عمرو قال: ووقت الظهر ما لم من زوال الشمس ما لم يحضر العصر، كذلك في حديث غيره، وهذا يدل على أنه ليس هناك فاصل بين وقت الظهر ووقت العصر. قال رحمه الله: وقت العصر وهي الوسطى، أي الصلاة الوسطى، وهذا بقول جمهور العلماء أنها الصلاة الوسطى، ونص على ذلك لبيان شريف مكانتها بين الصلوات، حيث قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال رحمه الله: من آخر وقت الظهر، من آخر وقت الظهر مقصوده من خروج وقت الظهر إلى أن تفطر الشمس، وهذا يسمى وقت الاختيار، يسمى وقت الاختيار، لأن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، أي إلى قبل اضطرارها، وذلك لما دل عليه حديث أبي برزة الأسلمي وحديث أبي موسى وحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وحديث جابر وأحاديث كثيرة. قال رحمه الله: ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، أي يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، لما في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. وهذا يدل على إيش؟ على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من صلى قبل غروب الشمس بأنه مدرك. فكيف نجمع بين الأحاديث؟ نجمع بين الحديث بما ذكره المؤلف رحمه الله من أن وقت العصر الاختياري الذي يكون فعلها فيه هو الأولى هو من غروب من خروج وقت الظهر إلى اضطرار الشمس، ثم إذا اضطرت إلى أن تغيب هذا وقت اضطرار، أي في حال الضرورة، فلا يجوز التأخير إليه إلا عند الاضطرار. قال: ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. طيب مبدأه بعد أن يسقط قرص الشمس، بعد أن يسقط حاجب الشمس الأعلى، إذا اختفى حاجب الشمس الأعلى فقد دخل وقت المغرب. ولذلك في بعض الحديث: فإذا ثم صلى المغرب حين وقعت الشمس، وقعت يعني سقطت وغاب حاجبها الأعلى، ويمتد وقتها إلى غياب الشفق. وفي حديث أبي موسى بن علي بن مسلم قال: فصل والمغرب إلى أن يغيب ثور الشفق، ومعنى ثور الشفق أي شدته وقوته، وإنما يكون ذلك حال إنما يكون ذلك بغياب الحمرة التي تعقب سقوط قرص الشمس. وقد اتفق العلماء على أن وقت المغرب ينتهي بالشفق، بمغيب الشفق، لكنهم اختلفوا في تحديد الشفق، فذهب جمهور العلماء إلى أن الشفق هو الحمرة، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقول جمهور العلماء من التابعين وفقهاء المذاهب وغيره. وذهب الحسن النخعي وأبو حنيفة إلى أن الشفق هو البياض الذي يلي الحمرة، ولكن القول الأول هو قول الجمهور وهو الأصوب والأقرب. قال رحمه الله: ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، أي يمتد وقت العشاء من مغيب الشفق، من ذلك يعني من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وذلك لحديث عبد الله بن عمرو في بيان وقت صلاة العشاء قال في بيان العشاء قال: والعشاء إلى نصف الليل الأوسط، إلى نصف الليل الأوسط، وهذا منتهى وقتها. قال رحمه الله: ووقت نعم ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يبقى وقت الضرورة
إلى طلوع الفجر، ضرورة في أي شيء صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هكذا ذكر المؤلف، وهو مذهب الشافعية وقول جماعة من أهل العلم. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن منتهى وقت صلاة العشاء نصف الليل، وهذا هو الصواب، والذي تدل عليه الآية، فإن الله جل وعلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل هو الشداد، ثم قال وقرآن الفجر، فدل ذلك على أن بين الفجر وبين سائر الصلاة فاصل قبل وبعد، فدل هذا على صح على أن قول المؤلف رحمه الله ثم يبقى وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني ليس بصحيح. قال وقت الفجر من طلوع الفجر الشمس، ووقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، أي إلى أن تطلع الشمس. ودليل هذا في الأحاديث السابقة التي أشرنا إليها. قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، لما في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ودل هذا على أن إدراك الوقت يكون بإدراك ركعة قبل خروج الوقت. قال رحمه الله والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء، الصلاة في أول الوقت أفضل لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل، قال أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وعلى وقتها المقصود به أن تكون في وقتها، ولكن أعلى ما يكون من تحقيق هذه الصفة أن يكون في أول الوقت. وقد جاء في بعض الروايات لكن ليس في الصحيحين الصلاة في أول وقتها، وجاء حديث محذورة وغيره في تفصيل الوقت، الصلاة أول وقت أول وقت رحمة وأوسطه مغفرة وآخره ذكر وصفا، لكن هذا الحديث لا يصح، ولا يصح في هذا التفصيل بين أول وقت وأوسطه وآخره حديث ثابت، لا حديث بمحذورة ولا حديث المنقول عن ابن عمر ولا عن غيرهما، إنما الصحيح هو حديث ابن مسعود وفيه الكفاية. قال رحمه الله إلا في العشاء الآخرة، وذلك لما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بصلاة المغرب حتى نام الناس، حتى نام الصبيان والنساء، فقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، فقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمه، فدل ذلك على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير، هذا إذا كان مع جماعة، أما إذا كان التأخير يفوت الجماعة كما هو الحال الآن يصلون بعد ثلث ساعة من الأذان، فإذا لم يصلي معهم فاتته الجماعة، فعند ذلك نقول الأفضل أن تصلي مع الجماعة أفضل من أن تدرك فضيلة الوقت. قال رحمه الله وفي شدة الحر في الظهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، والحديث في الصحيحين. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.